نعرف تفاصيل أكثر أيضا حول بعض الفنيات التي تحدث الآن. ما الذي يحدث تحديدا؟ تعليق على الموقف بشكل عام. معنا سيادة اللواء عصام الدين بدوي الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية. سيادة اللواء برحب بحضرتك. سيادة اللواء يا فندم هل تسمعني؟ سامع حضرتك كويس. أهلا بحضرتك يا سيادة اللواء. أهلا بيك وأهلا بيك. يعني بعض الفنيات التي تابعناها، مؤتمر صحفي هام جدا جدا اليوم متعلق بوضع ايفر جيفن، السفينة طبعا الموجودة بشكل أو بآخر في المدخل الجنوبي لقناة السويس. بنسمع كلمات زي عمليات تعويم، عمليات تكريك، انتظار مد وجذر معين، قطرات. العملية الفنية سيادة اللواء زي ممكن نبسطها ونفهم إيه اللي بيحصل دلوقتي لإعادة العمل مرة أخرى بأسرع وقت؟ أولا سعادة الفريق يعني والأخ والزميل العزيز، يعني الحقيقة المؤتمر بتاعه كان مؤتمر رائع وحط كل النقط على الحروف. نعم. أنا بس اللي عايز اللي أضيفه، ما فيش إضافة أكتر من إن أنا أبسط لحضرتك زي ما قلت العملية. دلوقتي السفينة واقفة مستعرضة وقافلة، من المقدم بتاعها قاعد على البر والمؤخر قريب قوي من الناحية التانية. فعملية المناورة بتاعت المركب كمركب صعب جدا. فاللي بيحصل إيه؟ حضرتك عاوزة بالظبط تخلخلي وضع السفينة دي. نعمل ازاي؟ بنعمل عمليات تكريك، يعني معناها بشفط الرمال اللي حوالين السفينه واللي هي اللي في مقدم السفينه اللي هي المحشوره فيها مقدم المركب. وبعد كده مع عمليات المد اللي هو الميه العاليه يعني، نعم، بحاول اعمل عمليات، واللي انا شايفه دلوقتي مع حضرتك التاجز اللي هي او القاطرات اللي بتحاول تشد السفينه علشان تطلعها من مكانها. فيبقى بنعمل عمليات ازاله رمال من حوالين بدن السفينه. بنحاول نستغل المد العالي علشان المركب تعلى شويه. تعلى يعني تسيب القاع. نعم. بنحاول كمان نشد بقطرات، حضرتك شايفه حجم القطرات قد ايه؟ وعددهم، بحيث ان احنا نقدر فعلا نشد السفينه من الموقف بتاعها. هو دلوقتي في يعني حسب ما انا يعني فهمت برضو ان في علامات طيبه، ان الدفه بتاعت السفينه والمؤخر بتاع السفينه بقى في نوع من الحريه، وده في حد ذاته مؤشر كويس. احنا عاده في البحر لما المركب بتعمل جراوندنج يعني بتقعد، بنراقب البوصله بتاعتها. لو البوصله اتحركت معناها ان المركب يعني بتغير اتجاهاتها، يعني معناها المركب ابتدت ايه؟ تستجيب. وبرده دي برده من الحاجات ان هي بتعمل كام درجه كده هو على البوصله. فدي ان شاء الله علامات كلها طيبه، واتمنى وربنا يعني ان شاء الله يعني في الليله المباركه دي ان هو فعلا تنجح هذه الجهود، وان شاء الله يعني الحقيقه هم لم يولوا اي جهد، الحقيقه بذلوا جهد كبير قوي قوي، سواء رئيس الهيئه او معاونوه او الفنيين، ودي بشهاده يعني. حتى سميث لما جت اللي هي الشركه الهولندي المتخصصه في الانقاذ اشادت بالاجراءات اللي بتعملها هيئه قناه السويس في خطوات تعويم السفينه. الحقيقه زي ما رئيس الهيئه ذكر يا سياده اللواء انه يمكن زودوا نقطه متعلقه برفع الحموله، ولكن اشادوا بالتعامل المصري مع هذه الازمه، انه ده تعامل الامثل على الاقل بالنسبه لي العدة خطط او بلان اي وبي وسي كما يقال في مثل هذه الازمات. خليني اسال حضرتك، يمكن رئيس الهيئه ذكر النهارده في المؤتمر الصحفي انه سوء الطقس ليس هو السبب الوحيد وراء هذه الأزمة، أزمة السفينة، وأنه لازم يكون في أخطاء أخرى لهذا الوضع للسفينة الضخمة، وأشار أنه ما ينفعش نتكلم في هذا الأمر إلا بعد الانتهاء من هذه الأزمة ومن ثم التحقيقات. إلى أي مدى حجم السفينة بيفرق؟ يعني سيادة اللواء إحنا قرينا تقارير أنه هذه السفينة طولها زي 4 ملاعب كورة، وطبعا غير أحجام الحاويات اللي عليها.
تمام. مركب كبير جدا، لما الريح يعني حضرتك متخيله ان هو شراع بالضخامه دي كلها، الريح بيعبي فيها، فطبعا يعني بتبقى العمليه فعلا صعبه جدا. انا ما اقدرش اقول ايه الاخطاء الا بعد ما الواحد يسمع الشرايط بتاعت الاوامر على الماكينات، الاوامر للدفه، سواء كلام المرشد سواء كلام القبطان، ايه اللي حصل؟ يعني ماذا حدث؟ السرعات كانت ايه؟ اوامر المكن كان ايه؟ اوامر الضمان كان ايه؟ الرصده الجويه ساعه الواقعه بالضبط كانت ايه؟ فكل الحاجات دي طبعا هتبقى ان شاء الله محل تحقيق، ونطلع ان شاء الله بكل النتائج والدروس المستفاده باذن الله يعني. بشكرك شكرا. اتفضل يا فندم. لا بتمنى انها ان شاء الله ما تتكررش. هي حصلت قبل كده بس ما حصلتش بهذا. هي حدثت اخر مره ولكن الموضوع اخذ ساعات يمكن وانتهى في 2017، ولكن نتمنى ان الموضوع ينتهي هذه المره. حجم المركب طبعا كبير جدا ويمكن كانت سرعتها عاليه ساعتها. بشكرك يا سيادة اللواء، شكرا جزيلا للواء عصام الدين بدوي الامين العام لاتحاد الموانئ البحريه العربيه. أيضا